ده يتكلم في سادات الأمة لسه ما قامت محاضرة واحدة في الرد عليه. وفيه أتحداكم سمعتوا محاضرة واحدة فيه تعقيب بتاع جمعة فيه؟ يا أنصار السنة هان عليكم الصحابة، ضمير انتم ما عندكم يا أخي، هان عليكم الصحابة. الآن أتحداكم لو جيت في مسجد المركز العام وقدمت رد على إسماعيل عثمان في إنه بشكر الصوفية وبمجدهم، بيقبلوا مني ولا بردوا علي؟ آه. وطيب زولكم ده بيتكلم في الصحابة له شهور وجوا مسجد أنصار السنة، والمسجد حق أنصار السنة بتاع الفتيحات ده، مسجد خمسة ده حق أنصار السنة، بيعمل محاضرة ساعتين طعني في الصحابة ساعتين. أنا أسب الله؟ أنت بليد؟ أسب الله كيف؟ وأنا أنت ما سبيتك أسب الله؟ أنت أنا ما سبيتك، ودي كلها ألفاظ ما بعتبرها سب، كونه ده سب الصحابة وده دجال، دي ألفاظ سرعية. أنا ما سبيتك أنت يا أخ، أسب الله؟ ها؟ مزمل يسب النبي ونحن نكون قاعدين معاه ونتونس وطالعين، يسب النبي نكون قاعدين معاه؟ يا ناس والله لو سب علمانا ما نقعد معاه، خليه يسب النبي. والله لو سب الشيخ ربيع ولا سب الشيخ مقبل ولا الشيخ ابن باز والله ما نقعد معه دقيقة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، حضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة كما عنون لها الإخوة عنوان الرد على سباب الصحابة، ومعلوم أن كلمة سباب هي من صيغ المبالغة التي تدل على كثرة وقوع الفعل من الإنسان، كما تقول العرب للأصبع التي تلي الإبهام سبابة، لأنهم كانوا يستعملونها في السب. طيب، هذا الرجل قبل فترة صدرت منه كلمات في حق الصحابة، وبعد ذاك المعلوم عند الناس، الناس ناصحته فيها، تكلمت معه وأصر وأقام محاضرة بعنوان الإصابة في فضل الصحابة، وما ذكر فيها شيء من فضائل الصحابة، إنما كانت سب وانتقاص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال مستمر على هذه العقيدة بعد ما رد عليه العلماء الكبار والفضلاء الشيخ الفوزان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بلدنا داعية يقول أن الصحابة رضي الله عنهم اقتتلوا في السلطة والخلافة والإمامة لأن الخلافة عندهم أمر تعبدي. هذا إما جاهل ولا يدري ولا درس العقيدة ولا عرف قدر الصحابة، وإما أنه عنده نوع من التشيع، عنده نوع من التشيع يتناول الصحابة أو بعضهم. على كل حال هذا أمر لا يجوز في حق الصحابة. والدكتور محمد هادي، الشيخ عبيد، الشيخ الدكتور عبد الرحمن محي الدين وغيرهم من أهل العلم ردوا عليه، فلا زال مستمرا في الطعن في الصحابة، وعقد الأسبوع الفات محاضرة بعد الجمعة استمرت ساعتين وزيادة. وهذه المحاضرة زعم أنها رد على حوار أجرته صحيفة لعل الصيحة مع شيخ مزمل، وأجاب الصحيفة وقال داري يرد عليها. بعد ذاك كان الرد بتاعه عبارة عن ساعة وزيادة في موضوع الصحابة، شبهات وأكاذيب وتلبيس وتحريف لكلام أهل العلم ليخرج منه عقيدة فاسدة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر من سبب دفع هذا الرجل إلى إقامة محاضرة ثانية في موضوع الصحابة
اللي بيظهر من كلامه أثناء المحاضرة إنه كثير من طلابه الجالسين أمامه أو معه في المعهد أو بعض المواصلين معه عندهم رأي فيه وبيخطئوه في كلامه ده، ده على أقل تقدير. عشان كده بتجد في المحاضرة هي عبارة عن دفاع عن نفسه، ويجتهد في تأصيل إنه هذا الكلام يجوز في حق الصحابة، وزعموا إنه الصحابة اقتتلوا في السلطة ويحبون الدنيا. دي كمان دي جابة جديدة كويس. فعموما الشيء بيظهر من الواقع، حتى احنا قابلنا ناس من المقربين له جدا، واحد كان مسؤول كبير عنده هناك. المهم لما سألناه واللي ظهر انه معظم طلابه فاتوا منه، دي الفون خير كلهم فاتوا كويس. بعد ذلك الناس الداعمين له والمناصرين له كثير منهم وقف، لأنه دي مسألة خطيرة، يعني الناس قد يجاملوك بجهلهم في مسائل تانية، لكن مسألة الكلام في الصحابة العامي من الناس، العامي مش اللي عنده علم ولا طالب علم ولا عالم، العامي ما بيتفق معك في كلام في حق الصحابة أبدا. وقدر ما اجتهد في إقناع الناس إنه الكلمة دي ما بتمثل سب، ما الناس ما مقتنع عليه. حتى الآن شوف، حتى الناس اللي بيدرسوا معاه اليوم كثير منهم لما تسأله سؤال واضح تقول لو انت بتتفق، انت بتتفق مع الشيخ في الكلام بتاعه ده؟ كثير من طلابه الآن أسألهم، انت تعتقد انه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم بيتقاتلوا فيما بيناتهم وده يقتل ذاك من أجل منصب وكرسي؟ أنا ما أظن بيعتقد هذه العقيدة من طلابه ذاته إلا القلة من الذين أعمل هوى أبصارهم، وصار الواحد منهم ما يفهم إلا الشيخ ده بس في الدنيا، ما يفهم ولا يأخذ علم إلا من الشيخ ده، وطبعا دي القلة. المهم السبب ده أنا في ظني ده السبب الأكبر اللي دفعه إنه يقيم المحاضرة دي للدفاع عن نفسه، وبعد ذاك شن فيها هجوم كبير جدا علينا، بيعتبر إنه نحن اللي غزينا الناس بالمفاهيم دي، المفاهيم الضد دي، ونحن اللي أسرنا الناس. لكن في النهاية نحن ما عندنا أي دخل بالموضوع ده، أنت جند على نفسك، وكما قالت العرب على نفسها جند براقش، ويداك أوكتا وفوك نفخ. وبعدين أنت استعد اللي بيجيك أكثر من كده، لأنه إذا كان يا أخواننا الزول البعادي زول صالح من عموم الناس البعادي ويكذب في حقه، ربنا بياخذ له حقه، فما بالك وانت تكذب على صحابة هم خير الناس بعد الأنبياء وهم أطهر الناس قلوبا. إذا كان الصحابة قدوة هذه الأمة، قدوة الأمة، بيتقاتلوا في دنيا، ما بالك بالناس اللي بيجوا تبع عليهم؟ يعني حيكونوا شنو؟ ما بالك بالقرون اللي بتجي تاخذ من الصحابة وهم أقل منهم بكثير، ده اللي حيكونوا كيف يعني؟ فالمهم ده أنا بعتبره سبب من الأسباب اللي دفعت الزول ده يعمل محاضرة تانية. وأقول لك كمان نبشرك بما يسوءك، إن شاء الله لسه الشغل ده ماشي وما حيفضل لك زول إن شاء الله بعد اليوم أصبح. إلا زول مرضان وناس قلوب غلف، ديل ممكن تغش عليهم وتلعب عليهم، لكن إن شاء الله ديك محاضرة واحدة وتاني دي إن شاء الله تأصيلنا كمل لك مسالك دي كلها عشان أنت تعرف إنه تاني ما عندك حاجة. المهم الناس فاتوا منه، البيقوا قاعدين معاه ديل، أنا داير أكون منصف معاهم الناس اللي قاعدين، ونحن المحاضرة دي مش عاملنا لأخواننا اللي بيجوا بيحضروا ديل فقط، انت بتزيدك معلومة وبتغذيك، لكن انت بفضل الله سبحانه وتعالى المسألة دي درستها واطلعت على فتاوى أهل العلم، وما محتاج مننا لمزيد كلام، إنما تنبيه على بعض الأجوبة على الشبهات فقط. لكن أنا هدفي من هذه المحاضرة الأول للناس اللي قاعدين معاه ديل
والناس جوا ديل بعتبرهم أصناف القاعدين الآن معه. الصنف الأول منهم من يقر بأن كلام هذا الرجل باطل، ده صنف أول منهم مقر بأن هذا الكلام باطل، ولكن هم يجهلون الموقف الشرعي من صاحب الكلام. إما بيجهل ما بيعرف الموقف الشرعي شنو، أو هو أصلا ما دار يتخذ موقف ضد الشيخ ده بس لمصلحة معينة، الله أعلم، لفهم مغلوط عنده، ربنا سبحانه وتعالى يعلم. لكن ده صنف أول من باب إحسان الظن بهم. الصنف الثاني منهم ناس اقتنعوا بالشبهات بتاعته اللي قالها، ما في علم ما في حجة، في شبهات بتبين لك بعد شوية إن شاء الله، اقتنعوا بما عنده من الشبهات ويظن بأن هذا يمثل منهج السلف. وديل نحن قاصدينهم بالمحاضرة دي، لو فيهم خير حيتبين لهم إن شاء الله الليلة إنه كلام الشيخ ده وأدلته خلاصة ما عنده، ما عنده أي علاقة مع التأصيل العلمي أبدا، ولا حجة واحدة ما عنده، مش حجة واحدة ممكن يتمسك بها الإنسان. يعني ممكن نقول مع الأدلة بتاعتنا دي كلها نحن وأقوال العلماء جد، الزول ده ما عنده عالم واحد واقف معه ولا واحد. يعني ممكن انت مش في مسائل ثانيه بتلقى لك فيها قول شاذ، المساله دي الوحيده والله انا ما لقيت فيها ولا قول شاذ واحد، ولا واحد ما في، وحتشوف اصلا ان شاء الله من الكتب. الصنف الثالث منهم، وده صنف سيء جدا، هؤلاء حزبيون وتاجروا بعرض الصحابه من اجل مصالح انصار السنه. يعني النوع الأصل ما كلف نفسه ولا المسألة دي ما همته ذاته، يتكلم في الصحابة ولا في غيره ما همه. والخطة اللي هم أصلا ماشيين عليها النازل إنه عندهم مشايخ بهناك قادين المنهج ده في حتة تانية في جانب السرورية، إخوان مسلمين عندهم علاقات معهم، عندهم دعوم بيجيهم منهم. أنا دارك تفهم المسألة دي مهمة جدا كويس، عندهم علاقات مع هؤلاء وعندهم إشكالات في المنهج في جانب تاني. فهم سكتوا عن محمد مصطفى هذا الرجل سباب الصحابة، سكتوا عنه بفهم شنو، إنه نحن بنسكت عنك في الموضوع ده ما بنسألك، وإنت تسكت ما تسألنا في مواضيعنا ديك، كأنه بيع وشراء. يعني نحن بنبيع لك مسألة الصحابة من أجل إنه نشتري منك أعراض أنصار السنة. فالآن بالمسألة دي صار هذا الرجل صديق لكل شيوخ أنصار السنة بعد ما كان بينتقدهم في الأول. في الأول كان بينتقدهم، يعني بتسمع الرد على الدكتور والرد على منو، لكن الآن الزول ده كأنه قال له هذه بتلك، كأنها كده هذه بتلك، ما سألناك في موضوع الصحابة بجاي، انت ما تسألنا في بقية المسائل. على العموم بعد المقدمة دي كلها ولعلها كانت طويلة، انا اخش في صدر المحاضرة. الأدلة بتاعته اللي جابه كشبهات جديدة، هو بقول أدلة، دي ما أدلة دي شبهات. طيب هذه الشبهات الجديدة هي عبارة عن ثلاثة فقط أو أربعة بالكثير، وأنا النقاط الرئيسة البتناولها ثلاثة نقاط، وهو بيعتبر هذه لا هي شبهات. تمام، الأولى ده قوله أنا أجيب لك بالنص، ده من المحاضرة بتاعته بتاعت الأسبوع الفات. طيب قال الصحابة بيحبوا الدنيا واقتتلوا في السلطة، أتحدى الكرة الأرضية. قال والله، قال أنا خليت الشيخ خلاني، قال لأنه أنا بسب الصحابة، بسبهم كيف؟ قال قلت الصحابة بيحبوا الدنيا
ويقتتلوا في السلطة، ده سب؟ بجي لك الكتب دي أستانى أوريك الحاصل. لكن قبل أن أبدأ في تقرير هذه المسألة، وأنا أتحدى الكرة الأرضية، كانوا بيشتغلوا للدنيا منهج. مش زمان قال بتحدى السعودية، أسا الدائرة اتسعت شوية، قال أتحدى الكرة الأرضية، جيب أكبر عالم في الكرة الأرضية وناقشه في المسألة دي، وجيب أكبر عاقل، والله جيب أكبر عالم في الكرة الأرضية أناقشه لك بالمراجعة دي، أوريك إنه كلام الجوت ده هو عين الحقيقة. قال الصحابة اقتتلوا في السلطة، دي عقيدة مش ساي، قال عقيدة قالوها كل السلف. نجي إلى قضية السلطة، الصحابة اقتتلوا دي عقيدة قالوها كل السلف. شفت الإطلاقات دي كيف؟ لما تسمع كل السلف تقول عنده نقولات عن السلف، بعد شوية حنجي نشوف كل السلف ده منو. ثلاثة أغوال، ولا واحد منهم عنده علاقة مع الكلام ده، ما في ولا واحد. كويس؟ قال قالوها كل السلف، قال لغاية الفوزان وابن عثيمين. لغاية الفوزان، لغاية ابن عثيمين، يعني من أول السلف لحد الفوزان والعثيمين. طيب نجي نشوف الأدلة بتاعته، نمرة واحد، دي خلاصة ما عنده. شفت الثلاثة أدلة دي لو عرفتها، وهي ما أدلة دي شبهات، لكنه بيعتبرها أدلة. الثلاثة دي لو عرفتين الزول ده ما عنده أي حاجة ثانية، موضوعه ده انتهى. الأول عبارة عن قول مركب، بيركب لك تركيب، بيشيل جزء من هنا وبتمه من هناك، يعني بيبدأ البداية من كتاب عشان يركب لك بس إنه اقتتلوا في السلطة، الثلاثة كلمات ديل عشان يجيب علينا استشهاد، بيمشي بيرجع بيرجع كلام من الطبري، بيرجع عليك مع واحد بتاع العثيمين، وبيرجع عليه كلام ثالث من الصحاح. في اللغة العربية الثلاثة ديل مع بعض عشان يكون بين الصحابة اقتتلوا في السلطة. في عقيدة برجعوها، أسألك بالله، في مسألة من عقائد السلف، مسألة عقدية، القول فيها برجعوا رجع من هنا لهنا، أتم أقول دي عقيدة وقالها كل السلف؟ معقول كل السلف إلا ترجع عليهم رقعة زي دي؟ ما في سلف أصل وقال عديل كذي. طيب نشوف، جاب من الطبري أتفسير الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال نزلت، جاب قول الزبير، نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الآية دي ماذا قال فيها الطبري وذكر الإسناد؟ قال حدثنا محمد بن مسنة، حدثنا محمد إبراهيم، قال حدثنا الحسن عن أبي جعفر، قال عن الحسن قال في قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير. طيب جاب لك من هناك سبب النزول، نزلت فيهم واتقوا فتنة، مشى كلمة فتنة دي فتش ليها في شرح البخاري للعثيمين كتاب الفتن، جاب العثيمين بيشرح في كلمة فتنة، قال اديني المجلد الأول، أيوة ده العثيمين المجلد التاسع، وطبعا بيتحدى فينا، قال الكتب دي ما عندهم والعصبية ما عندهم قروش، قال اشتروا بها الكتب ما مشكلة. وطبعا المحاضرة ملاء سب ونبذ لنا، سب غريب ذاته بكميات ثقيلة، يعني شفت بعد كل سبع جمل في سبع نبذات وبغلظة وشدة، ما شغالين بيه، قولن كلين وزيدن زيادة، ده ما موضوعنا كده، احنا ننتهي من موضوع الصحابة ده. طيب ابن عثيمين شوف، مش شوف بيرتج لك فيها كيف عشان يطلع انه ابن عثيمين بيتفق معاه في قوله شنو؟ الصحابة اقتتلوا في السلطة، قال ابن عثيمين وقد تكون الفتنة بالعمل، فيفتن الإنسان بالعمل كما حصل في صدر هذه الأمة من قتال المسلمين بعضهم لبعض، فإن منهم من قاتل، لاحظ كلام العثيمين، فإن منهم من قاتل لاشتباه الحق بالباطل لوجود شبهة، طيب ومنهم من قاتل لرئاسة،
وجاه وسلطة. فالأول قاتل لشبهة والثاني قاتل لشهوة. الكلام ده قام مشى لما هناك مع كلام الطبري واتقوا فتنة شرح الآية لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقال صدر الأمة طوالي طلع إنه ابن عثيمين قاصد هنا الصحابة. ليه قال؟ لأنه قال كلمة صدر معناها الأول، وجاب من الصحاح اللغة العربية إنه صدر معناها أول. طيب ابن عثيمين لما فسرها قال باب ما جاء في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان به حد فتن. قال ابن عثيمين قد تكون الفتنة في العمل فيفتتن الإنسان بالعمل كما حصل في صدر هذه الأمة. صدر الأمة أتاه. الصدر معناه شنو؟ طيب أول حاجة نقول لك في الجواب عن الكلام ده، كلام العثيمين رحمه الله تعالى في صدر الأمة، الصدر لا يعني فقط الصحابة. دي أول معلومة أنت خدتها معك. الدينية الواسطية ده شرح الواسطية الشيخ العثيمين كلام ابن تيمية قال والمأثور عن سالف الأمم في صورة الكهف وغيرها، بتكلم عن كرامات الأولياء. قال وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة. الصدر يدخل فيه منو؟ يدخل الصحابة، ويدخل منو تاني؟ والتابعين، صح؟ ابن عثيمين لما جاء ضرب مثل للصدر تحد الكرامات اللي وقعت في صدر الأمة، قال موجودة في الصحابة، موجودة قال في التابعين، مثل قصة صلة ابن أشيم الذي أحيى الله له فرسه. إذن المثال ده في التابعين ما في الصحابة. إذن صدر الأمة يدخل فيه شنو؟ يدخل فيه والتابعين. نقول يا حمو الصفا إذا تبين إنه كلمة صدر ما مخصوصة بالصحابة، وابن عثيمين هنا ما خص بها الصحابة، نسألك أنت يا حمو الصفا سؤال، ليه حملت كلام العثيمين على الصحابة؟ وين الدليل؟ مع صدري دي معناه أول، أول قولك الصحابة التابعين وبقية فرق الأمة في العهد الأول. أها، أنت الخلاك تحمل على الصحابة شنو؟ وابن عثيمين ما قال الصحابة. دي واحدة. الثانية، في العهد الأول ذاته وقعت حروب كثيرة، الحروب اللي وقعت حروب كثيرة، ما كلها حروب بين الصحابة أبدا، بين الصحابة اثنين، وحيجي بعد شوية أوريك السبب شنو. الجمل وصفين في حروب تانية. ليه أنت يا حمد المصطفى من الحروب اللي وقعت كلام العثيمين عام الخلاك تحميله في الحرب بين الصحابة شنو؟ بعدين ابن عثيمين هنا ذكر قال منهم من قاتل لاشتباه الحق بالباطل لوجود شبهة، ودي ذكروا العلماء انه القتال اللي وقع بين الصحابة كان فيه نوع شبهة، وده صحيح كان فيه نوع شبهة، تمام. انت ليه ما قلت يا حمد مصطفى، ليه ما قلت الصحابة بيدخلوا في الجزئية دي؟ عشان انت تكون احسنت الظن بالصحابة. ليه ما تقول انه كان لوجود شبهة معينة في مسألة مقتل عثمان؟ ده الموضوع كله، ودي قال الشيخ ابن باز ومجموعة من العلماء. الخلاك تختار من كلام العثيمين تختار انه ما له شبهه، لا لرئاسه وسلطه. ليه؟ اذن اللي قاله محمد مصطفى ما كلام العثيمين، ده انتقاؤه من كلام العثيمين رحمه الله تعالى. يبقى هنا الشبهه دي ما عندك فيها اي حجه. لما تضيف عليها على الكلام ده كلام الشيخ العثيمين من الفتاوى نظم لك الموضوع ده تمام، عشان تاني ما تقول العثيمين قال. طيب قال موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، قال موقفهم في ذلك أن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين. ما قال ليك ده طالب سلطة وده داير سلطة ولا داير مال، قال باجتهاد من الطرفين وليس عن سوء قصد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.
يلا انتبه لدي. قال وليس ما جرى بينهم صادرا عن إرادة علو. السلطة مش هي إرادة العلو، الزول داير يعلو في الأرض ها، وداير يترأس على الناس ورئاسة وكرسي وخلافة وسلطة. قال ما جرى بينهم ليس ما جرى بينهم صادرا عن إرادة علو ولا فساد في الأرض، لأن حال الصحابة رضي الله عنهم تأبى ذلك، فإنهم أوفر الناس عقولا وأقواهم إيمانا وأشدهم طلبا للحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. وعلى هذا فطريق السلامة أن نسكت عن الخوض فيما جرى بينهم ونرد أمرهم إلى الله، لأن ذلك أسلم من وقوع عداوة أو حقد على أحدهم. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. هل بيقول الصحابة تغاتلوا في السلطة؟ طيب دي كده الحجة الأولى بتاعت السباب الصحابة انتهت. الحجة الثانية، قال قول ابن حجر، جاب كلام طويل، قرأ الأثر اللي جابه في البخاري في غزوة الأحزاب كويس، اللي هو الكلام الطويل لما دخل ابن عمر على أخته حفصة رضي الله عنها. والغريب الزول ده قبل كده احنا انكرنا عليه في قراءة كلمة قراءه غلط، الكلام ده له كم شهر، ده زي تذكرني بتاعت حامد، حامد بيقرا السماوات من 86، السماوات بيقرا بالفتحة كويس، الليلة دي بيقرا السماوات بالفتحة. حامد مصطفى يا اخي انكرنا عليه والدنيا كلها جاطت في كلمة قراءه، قال لما دخل ابن عمر على حفصة ونسواتها. كذلك رأيك الأسد الحديث عن ابن عمر قال دخلت على حفصة ونسواتها تنظف، قلت قد كان من أمر الناس ما ترين. قرأ شنو تنظف؟ قال عندها نسوان بنظفن في شنو الله هديك يا أخي كويس. والنسوات هي الذوائب الشعر يعني تنطف أي تغطر ماء، والنسوات من ناسا، ابن حجر قال ناسا بمعنى تعلق، كما قالت أم في حديث أم زرع قالت ناسا من حلي أذني يعني علق لي كده بشكل في راجلة، أناسا من حلي أذني. فنوساتها تنطف أي تغطر ماء، فقال عندها نسوان قعدت بنظفة ونسواتها تنظف وعداد منظفا. اتخيل معي زول ده فهمه، ده غايه فهمه، لانه وبيقرا كده بالصوره دي، معقول يتحدى الكره الارضيه؟ يتحداها في شنو يا اخي؟ كويس؟ بعد ذاك جاب كلام معاويه رضي الله عنه، قال فخطب معاويه فقال من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليطلع لنا قرنه، فلنحن احق به منه ومن ابيه. كويس؟ كلام ابن حجر جابه قال مراده، يعني مراد معاوية بذلك أو مراده ما وقع بين علي ومعاوية من القتال في صفين يوم اجتماع الناس على الحكومة. معاوية قال من أراد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به ومن أبيه. قال أنا أولى بالحكم ده من علي ومن الحسن ومن أبو ذاته. يوم اجتماع الناس على الحكومة فيما اختلفوا فيه، اختلفوا في شنو؟ الحكومة دي حبوبتك؟ طبعا السباب أخذ الكلمة دي ما بفهم، أنا ما لقاني زول بيتحدى برا فهم الكلمة الحكومة دي، قال طبعا الحكومة معناها السلطة، الحكومة معناها السلطة مش؟ والسلطة هي الخلافة، والخلافة هي الإمارة، الحكومة ما معناها السلطة، ممكن تكون هي عندنا الليلة مستخدمة الحكومة السلطة، لكن هنا الحكومة معناها قصة التحكيم. اصطلاح العلماء بيقول لك الحكومة اللي كانت بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، الحكومة لما طلع أبا موسى الأشعري من الجانب ده وعمرو بن العاص من الجانب ده واحتكما واتفقا على إعطاء علي رضي الله عنه 6 أشهر يبايعوه، يعطوه ال 6 أشهر للقصاص من قتلة عثمان، والموضوع كله كان في مسألة قتلة عثمان كله كويس. فالحكومة قصة التحكيم، قال الحكومة هنا معناها السلطة، هو بمزاجك انت. شوف قام بيرجع في الكلام كيف،
بعد ذاك مشى. الكلام ده بتاع معاوية لما قال فلنحن أحق به منه ومن أبيه، جاب كلام لابن حجر قال يعرض بالحسن، يريد الحسن والحسين ويعرض بعلي بن أبي طالب. كويس؟ طيب يا أخوانا، هنا فهموا من الأثر ده شنو؟ إنه كأنه معاوية رضي الله عنه بيرى إنه أحق بالخلافة من علي والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. ده فهم محمد مصطفى كده. أول حاجة نقول الكلام ده تحليل منك. زد على ذلك نحن عندنا قول صريح لمعاوية، صريح بيقول بيسألوا عديل أنت داير الملك من علي وانت حق به منه وافضل منه، ولا انت بس داير القصاص من قتل عثمان؟ سألوا سؤال صريح. اديني كتاب بتاع البخاري. طيب الاثر ده جابه ابن حجر ذاته، واضح ما في نقاش تاني، وسألوا منه معاوية رضي الله عنه، هو سأله عشان ما تقول لي وقال فلان، خليني من قال فلان، ده كلام معاوية. إلا واحد من اثنين، يحل لك واحد من اثنين يا دجال، واحد من اثنين، يا إما تقول لي معاوية كذاب هنا، يا إما تقول لي الأثر ده ضعيف. ضعيف لا، لأنه الإسناد ده جوده ابن حجر، ابن حجر ده كمان شيخ الإسلام في الحديث. أنت كمان درت تقول لي ابن حجر ما يفهم حديث؟ جود الإسناد ابن حجر العسقلاني. إما الخيار الثاني تقول لي كذب معاوية، له دائرة الخلافة كذاب ساهينا في الكلام ده، وإذا كذبت معاوية تبقى دي جريمة كبيرة جدا، ده صحابي ما بيكذب، صحابة كلهم عدول باتفاق الأمة، وده إجماع، إجماع ده ما فيه خلاف. ابن حزم الأندلسي في كتاب اسمه مراتب الإجماع قال ومن خالف الإجماع بعد ما تبين له أنه إجماع فهذا كافر. تقدر تخالف إجماع؟ ده إجماع بتاع أمة كلها إنه صحابي بيكذب، ما في صحابة كلهم عدول وصادقين كلهم، ما في صحابة كذب. طيب سويل قال وقد ذكر يحيى بن سليمان الجحفي أحد شيوخ البخاري في كتاب صفين قال في تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية رضي الله عنه أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ السؤال ده مش واضح؟ مش ده حسم الموضوع كله؟ طيب الإجابة قال، ده كلام معاوية رضي الله عنه، لا وإني لا أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ ده الموضوع هنا. إذا معاوية دار شنو؟ دم عثمان. أتحداك تعال غالط معاوية، أنا أتحدى الكرة الأرضية، ولا الكرة الأرضية ولا كرة أرضية، ده معاوية ذاته رضي الله عنه، ده معاوية. إذا ده تغالط معاوية ذاته أنا سأقول لك شنو تاني؟ إذا ده تغالط هو داير شنو؟ ده يبقى موضوع تاني. طيب دي الشبهة الثانية انتهت. الشبهة الثالثة ودي تضحك السكلة آخر ما عنده، ده لو عرفتين ما في حاجة تاني. قال الفوزان ذاته متفق معاي أنا، العظمي يقول الفوزان قول الزول ده فوزان يا عفن يا كذاب يا دجال. والمشكله في ناس ده هو اديني كلام الفوزان ذاته يا هو كلامي ذاته بدرس للطلبه في المعهد. انا تحيرني يا ناس، الفوزان ده كده خلونا نحن احتمال انا سمعت غلط، انتوا الفتوى على الفوزان ما سمعتوها؟ مش سالوه في كلام مصطفى بالنص ومش جاوب قال هذا اما جاهل بالعقيده واما متسرب من الشيعه؟ مش هو كلامه؟ احسن الله اليكم فضيله الشيخ، هذا سائل يقول في بلدنا داعيه يقول أن الصحابة رضي الله عنهم اقتتلوا في السلطة والخلافة والإمامة لأن الخلافة عندهم أمر تعبدي. هذا إما جاهل ولا يدري ولا درس العقيدة ولا عرف قدر الصحابة، وإما أنه عنده نوع من التشيع، عنده نوع من التشيع يتناول الصحابة أو بعضهم. على كل حال هذا أمر لا يجوز في حق الصحابة. قال لا الفوزان متفق معي في حقيقتنا ده،
أسش لقى غلاظ زي ده أنت قبل كده؟ أنا والله غلاظ زي ده أصلا ما لقاني. طيب نشوف كلام الفوزان القال متفق معه فيه. جابوا من شرح الأربعين النووية. قال وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الحسن بن علي. شرح حديث الحسن بن علي. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وصفه بأنه سيد، والسيد معناه الرئيس المعظم وذو القدر والمكانة، وهو كذلك لأنه من بيت النبوة، لأنه في نفسه قيم طيب الخلق وطيب الدين وطيب الأعمال، ومن مزاياه ما جرى على يده مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حقن دماء المسلمين. فلما بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه علي رضي الله عنه، وكان معاوية رضي الله عنه مع أهل الشام في حرب مع علي، وكان معه قامت حرب بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، طائفة يتزعمها علي رضي الله عنه وطائفة يتزعمها معاوية رضي الله عنه بسبب مقتل عثمان. الحرب كانت بشنو؟ ده كلام الفوزان كويس. بسبب مقتل عثمان قال فقد فتح مقتل عثمان بابا لا يزال المسلمون إلى الآن يعانون منه، وهو باب الفتنة والعياذ بالله. قال الفوزان فلما رأى الحسن رضي الله عنه الأمر على هذا الشكل وأن الحرب قائمة بين المسلمين تنازل عن الخلافة لمعاوية لأجل حقن الدماء، وسمي هذا العام بعام الجماعة لأن المسلمين اجتمعوا فيه، وهذا بفضل الله ثم بفضل الحسن. انتهى كلام الفوزان. وين متفق معك في اتفاقي ناسي أصلا؟ هو كلامنا نحن في شنو؟ في القتال اللي وقع، والقتال كان في حرب صفين والجمل، والفوزان قال السبب في القتال هنا شنو؟ مقتل عثمان. متفق معك وين؟ هل قال القتال بسبب السلطة؟ أبدا ما قال. شفت داري حلل من وين؟ داري حلل من تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، داري حلل منا إنه مدام تنازل له معناهم من زمان كانوا مشكلين في الخلافة. ده تحليله كده، وده عبارة عن لعب. ما في عقيدة بحللوها بالطريقة دي، ما في عقيدة بتتحلل تحليل وكده بمزاجك بس. انت ده تطلع الفوزان متفق معاك. طيب قال كده اديني كلام صريح للفوزان يريحك في الموضوع ده راحة لما تتكيف ذاته انت بمزاج كده. طيب شغل فوزان في شرح السنة للبربهاري الصفحة 316-317 اتكلم عن مقتل عثمان والناس اللي قاموا من أهل الشام. قال وأرادوا الانتقام ممن قتله، فتكونت من ذلك وقعة الجمل بين الصحابة الذين يريدون القصاص من قتل عثمان. فهمت؟ يريدون شنو؟ أنا محتار زول بيقرأ غلط ولا ما بيفهم ولا وشنو. قال يريدون القصاص من قتل عثمان، وخرجوا من المدينة، وكانت البيعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد عثمان جميعا، كانت البيعة لعلي وهو رابع الخلفاء الراشدين، فطلبوا من علي أن يختص من هؤلاء، وتفاوض هؤلاء الصحابة الذين خرجوا من المدينة ومعهم أم المؤمنين عائشة مع علي رضي الله عنهم على أن يسلم هؤلاء القتلة، ولكن علي رضي الله عنه لم يتمكن من تسليمهم لأنهم تسللوا في جيشه وجعلوا يعملون الفتنة، وقد بات علي وإخوانه طلحة والزبير وعائشة ومن جاء من المدينة متصالحين. فلما أحس هؤلاء بالتصالح بين الصحاب بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف القتال هيجوا الفتنة. ده الخوارج اللي هيجوه أصلا الصحابة. ما كان ابن تيمية قال ما في الفريقين من الصحابة لا مع المعالي ولا مع معاوية ما كانوا دارين قتال أبدا، هيجوا الخوارج وعملوا الفتنة هم. قال وأظهروا الحرب وتناوشوا وصاحوا في الجيش، وظن الصحابة أن الحرب قامت، فدارت المعركة في واقعة الجمل من غير قصد من الصحابة. دي معركة الجمل انت عشان تفهمها على حقيقتها. طيب بعدك قال من غير قصد من الصحابة، وإنما الذي أذكاها هم هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وقتل من الصحابة من قتل في هذه الفتنة وفي هذه الواقعة وانتهت. ثم قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام ومعه أهل الشام يطالبون بقتلة عثمان القصاص منهم. ده الموضوع يا أخواننا الفوزان يا أخي ده مش لعب. طيب قال فدارت معركة الصفين بين علي ومعاوية، وسببها هؤلاء الغواة والضلال الذين يوقدون الفتنة بين المسلمين هم الخوارج.
ده الموضوع كله. ده متفق مع دجال؟ ده بسب الصحابة؟ قال اقتتلوا في السلطة؟ طيب السبب ده أيضا ذكره الشيخ ابن باز، عشان تعرف المسألة اديني كلام كتاب ابن باز، كلامه صغير جدا ونفيس. ده في الحلل الإبريزية التعليقات البازية على صحيح البخاري المجلد 4 الصفحة 346. قال الشيخ ابن باز تعليقا: كلهم يريدوا الحق، الصحابة يعني كلهم يريدوا الحق، معاوية يريد القصاص من قتل عثمان. ده الموضوع، معاوية يريد شنو؟ القصاص من قتل عثمان، وعلي يريد جمع كلمة المسلمين. ده الموضوع. تقول لي تقاتلوا في السلطة، القال معاك منو؟ اديني الإصابة لابن حجر. ده أنا جبت لك ابن حجر بالذات، وإن كان الأقوال كثيرة جدا، لكن جبت لك ابن حجر بالذات عشان تعرف سبب القتال بين الصحابة شنو. ما يجي يقول لك ابن حجر موافقني، ابن حجر ما عنده أي علاقة مع كلامك ده. قال ثم كان من قيام جماعة من الصحابة، منهم طلحة والزبير وعائشة، في طلب دم عثمان. ده بتكلم عن سبب معركة الجمل. قال فكان من وقعة الجمل ما اشتهر، ثم قام معاوية في أهل الشام، وكان أميرها لعثمان ولعمر من قبله، فدعا إلى الطلب بدم عثمان، فكان من وقع الصفين. صفين والجمل كلها كان سبب شنو؟ المطالبة فقط بدم عثمان، ما كان فيها قتال في السلطة. أفهم المعلومة دي. ده ابن حجر الإصابة المجلد الثاني الصفحة 501-502. فهمت؟ طيب يلا، أنا دايرك تفهم نقطة مهمة كده، وضحت لكم من أقوال العلماء سبب القتال اللي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. في نقطة تانية، القول بتاع محمد مصطفى ده سباب الصحابة، القول بتاعه ده هل هو من أقوال أهل السنة أو هو من أقوال أهل البدع؟ نجيب بالنص من كلام العلماء. اديني الفتاوى ابن تيمية مجلد الرابع الصفحة 468. ابن تيمية يقول: فإنه لو قال هذا الناصبي للرافضي، مش دي الاثنين مبتدعة؟ ناصبي قال للرافضي، قال له شنو؟ إن عليا كان كافرا أو فاسقا ظالما. ده كلام النواصب اللي بيطعنوا في علي رضي الله عنه وفي آل البيت. قال ده كلام الناصب لسه، وأنه قاتل على الملك لطلب الرئاسة لا للدين. مش ده كلام محمد مصطفى؟ مش قاتل على الرئاسة؟ ده مش كلام محمد مصطفى؟ يلا نشوف ابن تيمية قال شنو. قال وأنه قتل من أهل الملة، ده لسه كلام الرافضي الناصبي، من أهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بالجمل وصفين وحروراء ألوفا مؤلفة، لم يقاتل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ولا فتح مدينة، بل قاتل أهل القبلة، ونحو هذا الكلام الذي تقوله النواصب المبغضون لعلي رضي الله عنه. ده كلام منه؟ كلام النواصب المبغضون لعلي رضي الله عنه. قال لم يكن أن يجيب هؤلاء النواصب إلا أهل السنة والجماعة الذين يحبون السابقين الأولين كلهم ويوالونهم. كويس؟ ده كلام، ما كلام السلف، ده كلام النواصب. اديني منهاج السنة، منهاج السنة النبوية المجلد 3 الصفحة 622. قال وأما الرافضي، لاحظ القولين ديل النواصب بيجاي بيطعنوا في علي بن أبي طالب إنه قاتل للرئاسة، والروافض بهناك بيطعنوا في معاوية إنه قاتل للرئاسة، والاثنين من أقوال أهل البدع. قال وأما الرافضي إذا قدح في معاوية بأنه كان باغيا ظالما، قال له الناصبي وعلي أيضا كان باغيا ظالما لما قاتل المسلمين على إمارته. ده كلام منو؟ أيوة ده كلام النواصب، ده كلام مبتدعة. أنت تيجي تقول ده، قال ده قول أهل السنة وكلهم كمان، كلهم. معقول يا أخ؟ وينهم كلهم؟ طيب قال وبداهم بالقتال وصال عليهم وسفك دماء الأمة بغير فائدة لهم في دينهم ولا في دنياهم، وكان السيف
في خلافته مسنونا على أهل الملة مكفوفا عن الكفار. ده من كلام أهل البدع. عشان كده تعرف إنه القول بتاع الزول ده هو من أقوال أهل البدع. طيب النقطة الأخيرة عندي أنا وبدي دار أجيب لك فيها أقوال العلماء. النقطة الأخيرة في كلامي إن شاء الله زمننا يسعفنا. طيب قال لما أنكرنا عليه في المحاضرة السابقة مسألة الكلام فيما شجر بين الصحابة، تعرفين عند العلماء بالاتفاق، عند العلماء بالاتفاق لا يجوز الحديث عما شجر بين الصحابة، ما يجوز. مش كونك تقول إنه الصحابة قاتلوا في السلطة، لا لا لا، دي بدعة براءة، دي جريمة براءة. لكن كونك تشيل لك كتاب من الكتب اللي تكلمت عن الفتنة، فعل كذا علي فعل كذا رضي الله عنه، ومعاوية فعل كذا رضي الله عنه، وتقرأها للعامة وتنشرها بين الناس، ده بس كده مخالف لإجماع العلماء وبدعة في حد ذاته، وكده أنت شيعي، رأيك شنو؟ وده أنا بجيب لك من أقوال العلماء كلهم. أنت بس مجرد تفتح الموضوع ده، فتحت الموضوع وجيت قعدت بالزيع في الفتنة، تعالوا يا أخوانا نحكي لكم، فعل علي رضي الله عنه وفعل معاوية رضي الله عنه ووقعت كذا ووقعت كذا، أنت دي بس مجرد تحكيها تعتبر شيعي، كويس؟ وإلا العلماء قالوا للضرورة للرد على إنسان مجرم مثلا جاي يحرف ويلعب، ده بيردوا عليه، أو لإظهار محاسن فقط، يعني أنت بتتكلم عن مواقف جميلة، لكن كونك تحكي ما حدث وما جرى ده ما بيجوز، ده بالإجماع. تعال شوف الدجال قال شنو، قال والعصبجي بيعرف قال كلام واحد بس، يقول لك كلام الطحاوية ينبغي أن لا تناقش هذه الفتنة، وبيقول باستهتار كده يعني، ينبغي أن لا تناقش هذه الفتنة، عصم الله منها ألسنتنا، وإنه ما مفروض تناقش المسألة دي. قال أهل البدع عندهم فيها قولين، وأهل السنة عندهم فيها أربع أقوال. طبعا بقى العصبجي عنده بيعرف حاجة واحدة بس، كلام في الطحاوية، يقول لك ينبغي أن لا تناقش هذه فتنة، عصم الله منا ألسنتنا صوفا عن سلسلة، وإنه ما مفروض تناقش. لا أنت عارف متين بتكون تبتدع، لأنه المسألة دي أهل البدع عندهم فيها قولين، وأهل السنة عندهم فيها أربعة شنو؟ أقوال. في مسألة شنو؟ نقاش ما جرى بين الصحابة، قال عندهم فيها شنو؟ أربع أقوال، كويس. أول حاجة أسمع الرد على الكلام ده بالنص، مش الكلام ده، مش قال عندهم فيها أقوال وده قولي واحد، السكوت عما شجر ده قولي واحد قال، وفي تاني ثلاثة أقوال. طيب أسمع الرد على النقطة دي من الفوزان، صوتي موجود في اليوتيوب، ممكن إذا واضح أجيبه لنا. أحاول إذا واضحة يسمعون الرسول إذا ما واضحة هيك صغيرة هي. صحيح بأن السكوت أما شجر بين الصحابة هو اعتقاد لبعض أهل السنة وليس كلهم، وليس كلهم هذا كذب على أهل السنة، بل كل أهل السنة يمسكون أما شجر بين الصحابة، هذه عقيدة، هذه عقيدة أهل السنة، هذا كذاب يكذب عليهم، وما أكثر الكذابين اليوم وما أكثر المتخرصين اليوم بسبب أحد أمرين، إما قلة العلم وإما قلة الدين، واجب على الإنسان أن يترك هذه الأمور ولا يفتي في الناس بطلبة العلم هذه الأفكار التي تتلجلج في صدرها وفي راسها. نعم. تبين من كلام الشيخ الفوزان، أنا خايف كمان بعد ده يجي يقول لك لا لفقوه ودبلجوه، وده ما الفوزان ده، منو يعني؟ منو ده؟ قاعدة في اليوتيوب، خلينا نحن جبناه نحن دي، خليها أمشي أفتح في اليوتيوب مقطع بعنوان، بعنوان عقيدة أهل السنة في الفتنة بين الصحابة، قال لك القول في المسألة دي واحد، وجوب الكف عما شجر بين الصحابة. طيب هنا قال العصبجي بيعرف قولي واحد بس، والمسألة فيها أربع أقوال، الأربع أقوال جبتها من وين؟ قال ابن تيمية
في الفتاوى مجلد 35 الصفحة 50-51. اديني مجلد 35. وطبعا لو جه طلع المجلد ده علق قال العصباجي ما عندك، قال ده قال ب2 مليون تجيبه من وين انت؟ قال ما عندكم ده وما قريته كويس، خلي ما عندنا ما مشكلة، بس اعتبر انه ده ياهو. قال ابن تيمية الكلام، شوف القراو ده عشان تعرف بلادة الزول ده، وده انا مش اسميها بلادة انما هذا تلبيس، تلبيس للحق والباطل. قال فصل: اهل الاهواء في قتال علي ومن حاربه على اقوال، اما الخوارج فتكفر الطائفتان المقتتلتان، واما الرافضة فتكفر من قاتل عليا. طيب قال: واما اهل السنة فمتفقون على عدم على عدالة القوم، ثم لهم في التصويب والتخطئة مذاهب لأصحابنا وغيرهم. إذا الأقوال في شنو؟ في التصويب والتخطئة، مش في مسألة الكلام عما شجر بين الصحابة. الكلام عما شجر متفق عليه إنه ده واجب يسكته، لكن الأقوال عند أهل السنة في شنو؟ هل عندهم المخطئ علي أم معاوية أم كلهم مجتهدين أم نسكت أم نحكم بحكم معين كده؟ دي الأقوال في المسألة دي هنا. قال: أحدهما أن المصيب عليه فقط، والثاني الجميع مصيبون، والثالث المصيب واحد لا بعينه، والرابع الإمساك عما شجر بينهم مطلقا. وطبعا لما قال الإمساك دي تخيل إن الإمساك دي مسألة الفتنة كلها، إنه تمسك ولا تتكلم أنت مخير، لا لا لا، الإمساك دي هنا عن التخطئة والإصابة هنا، يعني تمسك تقول لا بقول علي مصيب ولا بقول معاوية مصيب، أقول كلهم مجتهدين، أقول كلهم مصيبين، يعني بتمسك عن شنو؟ عن الحكم عن واحد منهم. الأقوال دي كلها مش في مسألة ما شجر بين الصحابة، لا، الأقوال في التصويب والتخطئة. إذا تبين بعد ده أنا بنقول لك كلام العلماء، مش قال قولي واحد بس خلاص، يلا انت تعال امسك واحسب معي. لو ما لقيت دي عقيده في كل كتب الاعتقاد تعال قابلني، كل كتب العقيده. قال لي لا دجال، قول لي لو انت قلت الصحابه ما تقاتلوا في السلطه، لو قلت ما تقاتلوا كويس برضه ما بنخليك، ما بنخليك برضه لحد ما ترجع وتقول انا اتوب من فتح الفتنه دي، اصلا اتوب من فتحها، لانه الفتحه منو؟ منو الفتحه؟ الآن بالمناسبة هذا الرجل فتح بابا للشيعة ما كان يحلم به يوم من الأيام، وأهدى للشيعة مسالب للصحابة بأهواء منه وبإفك وتحريف وتلبيس، ودي كلها ما مسالب للصحابة، صحابة أبدا ما وقع بيناتهم اللي بيقولوا هذا الرجل السباب الدجال أبدا. كويس، فتح للناس باب، الآن قدم للشيعة هدية، هدية مادة ما يحلموا بها، يجي يلقوها جاهزة من مسجد قال الرشاد، قال مسجد الحق ومسجد شنو الفضيلة ولا شنو ما عارف، صوت فضيلة هذي يا تال الفضيلة دي. طيب أول كلام أنا بجيبه لك كلام ابن تيمية ذاته، لأنه أنت قلت ابن تيمية قال المسألة فيها أقوال، نشوف ابن تيمية بيعتبر المسألة عقيدة ولا فيها أقوال. طيب المجلد 3 الفتاوى الصفحة 406 يقول: وكذلك نؤمن، خد بالك نؤمن دي مسألة الإيمان، قال بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطأهم وما كان لهم وما كان لهم من السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى. العقيدة بتاعت ابن تيمية شنو؟ الإمساك عما شجر بينهم، ده واحد. اثنين الديني من عقيدة السلف كتاب إجماع السلف لحرب الكرماني، ده عندك؟ خلي الفتاوى احنا نقول ما عندنا، عندك ده؟
لقاك الاجماع ده كويس، اجماع السلف لحرب ده من كلام حرب الكرماني. وهذا الكتاب جمعه حتى تلاميذ الشيخ محمد بن هادي الدكتور، ده اللي تف فيه. انت زلت تتف في محمد هادي، انت فيك فايده؟ وانت يا اخي اسئت للصحابه، خلي محمد بن هادي زول اساء للصحابه. ده عشان كده واحد من السلف كما نقل ابن بطه في كتاب الابانه قال: ومن كان في قلبه غل على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو على بقيه المسلمين اغل. اصل لسانه ده ما طهروا من الصحابه، ده ممكن يقع في اي زول ثاني. عشان كده محمد هادي ده نبذوا لك في ثانيتين، ده تف قال يا زول، ده عالم تف شنو؟ تف لك فيه. لكن انا محتار، هل بتف لحرب الكرماء ده من 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 اصحاب الامام احمد سنه 175 القرن الثاني، ده من القرون المفضله. الكتاب ده كتبوه في القرون المفضله بتف فيه يا ربي؟ الزول ده بتف في الكتاب ده؟ طيب قال صفحه 70 قال: ومن السنه الواضحه، من السنه اي من العقيده، لانه كتب السنه هي كتب الاعتقاد عند السلف. قال: ومن السنه الواضحه البينه الثابته المعروفه ذكر محاسن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم اجمعين، والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم. دمنه ده في القرون الاولى المفضله، ها توفيوا برضه. بعده ابن بطة، هذا بتنبذه ابن بطة في الإبانة والشرح للإبانة، شرحه الراجحي دكتور الراجحي برضه نبذه، توفيوا برضه كويس. المجلد الثاني الصفحة 623 قال: باب النهي عن الخوض في أحداث الفتنة الكبرى. ده الباب برضه قولي واحد، قال العصبية بعرفه قولي واحد بس ما بعرفه غيره كويس واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النهي عن الخوض في أحداث الفتنة الكبرى، ومن بعد ذلك نكف عما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كيف؟ قال: فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. طيب قال: ولا تنظر في كتاب صفين. ده كلام ابن بطة، ابن بطة برضو عصبجي يا ناس، ابن بطة قلب عصبجي ولا كيف؟ ده في القرن، في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع ابن بطة قال: ولا تنظر في كتاب صفين والجمل. ما تقرا قرايه ما تقرا، قال لك تجد تعمل لي محاضره الكبرى، قال محاضره الكبرى في الاصابه، قال وتكلم في الصحابه. قال: ووقعت الدار بالفئه مقتل عثمان رضي الله عنه وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك. قال لك ليه نفسك ما تكتبه؟ دي عقيده السلف، ده ابن بطه كتاب عقيده، ده انت قالوا ميكي جيب، ده كتاب عقيده. قال: ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات العلماء، سادات علماء هذه الأمة، ده متفق عليه من العلماء، ده ابن بطة ما مزمل، ابن بطة ده كويس. قال عما وصفناه ومنهم، دارس كلك العلماء اللي اتفقوا عليه منهم، أسمع دل فهم عصبجي واحد، دل سادات الأمة: حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أصباط وأحمد بن حنبل وبش بن الحارث وعبد الوهاب الوراق. فكل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها، وقد روى عنهم روي عنهم في من فعل ذلك أقوال كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها. ده ابن بطة صاحب الإبانة. قال الشارح: وعلى هذا فلا يجوز أن تسجل أشرطة فيما جرى بين الصحابة.
ده الشارح دكتور راجح من تلاميذ ابن باز، قال بين الصحابة من الخلاف والنزاع، بل يجب هجر هذه الأشرطة وإعدامها والتسجيل عليها حتى تزول كأشرطة طارق السويدان وغيره ممن يكتب النزاع والخلاف بين الصحابة، فكلها ضلال وكلها تخالف معتقد أهل السنة والجماعة، ويجب الحذر منها وعدم الاستماع إليها والتحذير منها. ده تابع للعصبجية. الدين اللي بعده، بس أحسب معاي الليلة، مش قال واحد، أحسب معاي. ألا بعد ابن أبي زيد القيرواني، ده شرح الشيخ العباد، ده من كتب المالكية وشرح الشيخ العباد، أتكلم فيه وهذا قاعد بنكلمه برضو تفلو. قال وناقل كلام إمام جبل، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أسمع كلام الإمام أحمد وحكمه عليك شنو؟ أسمع حكمه عليك. قال في الصفحة 155 قطف الجنى الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وقال الإمام أحمد في كتاب السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، ده من العقيدة، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم فهو مبتدع رافضي. حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال أيضا: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه. ده ينجلد اللي بيعمل عملية زي دي، يجلدوه. قال وعقوبته: ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب أو يراجع. يجلدوه ويحبسوه. قال البعض: أديني كلام السنة للمزني، ده برضو بتنبذه. المزني مولود 175 وتوفى 224، قديم ده، وشرح الشيخ عبيد، هذا قاعد تتكلم بيصله، وده كمان كان وصله كلام ده، يشيل شيلتك، ومن الأول انتهى من موضوعك، من الأول شيخ عبيد قال كلمه قل له توب، ما تاب ما يسمع له تاني، وسه بنكلمه نقول له ما تاب، نقول له ماشي زي الزيادة، كمان ماشي زي الزيادة. طيب قال المزني: ويقال بفضلهم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ويمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، يمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. ده كتاب من كتب العقيدة. قال الشيخ عبيد حفظه الله: قال تذكر محاسن الصحابة رضي الله عنهم، ويمسك عما صدر منهم من أخطاء ويكف عنها، وكذلك يكف عما شجر بينهم، لأن هذا الذي شجر بين الصحابة منه ما هو واقع صدقا، لكنهم فيه مجتهدون، فهم دائرون فيه بين الأجر والأجرين، ومنه نذر يسير إلى جانب فضائلهم رضي الله عنهم وسابقتهم في الإسلام. وذكر كلاما طويلا. بعده عقيدة السلف للصابوني، هنبذوا، ده قديم، الصابوني القرن الرابع قديم كويس، وجاي كلام للشيخ ربيع برضو جاي، يعني تقول المعاصرين، وده كلام مجيع جدا، ده صنع بس. طيب قال الصابوني صفحة 248 موقف أصحاب الحديث إزاء الصحابة، قال يرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدرهم إلى آخر. قال الشيخ ربيع: فلا يبحث في هذه الأشياء. قبليها قال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي عقيدة، كونك ما تتكلم عقيدة دي. طيب قال إلى أن قال: فلا يبحث في هذه الأشياء إلا أهل الفتن من الخوارج والروافض، أما أهل السنة فيرون السكوت عما جرى بين الصحابة، لأنهم كلهم مجتهدون، والذي يحملنا على أن نعتقد فيهم هذه العقيدة تزكية الله لهم وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال فلا نبحث عما شجر بينهم، ولا نبحث عن أخطائهم إطلاقا. قال وتطهير الألسنة من ذكر ما يتضمن عيبا لهم
ونخصم فيهم، كما قال عمر ابن عبد العزيز: إن الله قد طهر سيوفنا من دمائهم فلنكف ألسنتنا عن أعراضهم. ده القول اللي جاء محمد صلى الله عليه وسلم بيستهتر به، ده قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. طيب بعده جيب النووي الكتاب الكبير ده برضو ما عندنا. طيب ده النووي يقول شرح مسلم في الحديث إذا تواجه المسلمان بسيفيهما في الباب ده. قال النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخل في هذا الوعيد، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم. ده الإمام النووي قال: والإمساك عما شجر بينهم، وتأويل قتالهم أنهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا. مش هو قال اتكاتلوا في الدنيا؟ ده النووي، انت أعلم من النووي كمان؟ برضو تفعل النووي تفعله. ده النووي قال: ولا يقصدون شنو؟ محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. ده النووي. يبقى عديو لسه ديل كم كده؟ كم في الموضوع ده بالضبط؟ لسه جايك البربهاري، نبذوا برضو البربهاري المجلد هو ده مجلد واحد بتاع النجمي، شرح النجمي للبربهاري الصفحة 210. قال: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمه الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله تعالى إن وقوله إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. النجمي قال، شوف اسمع الكلام ده كويس، النجمي قال ملحوظة: إن أهل السنة والجماعة متفقون، ما في خلاف. تقول لي في أربع أقوال، جبت من وين ديل؟ من وين أربع أقوال ديل؟ قال: متفقون على عدم جواز الخوض فيما جرى بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من حروب ودماء وغير ذلك، وأن الذي ينبغي للمسلم أن يعذرهم ويحملهم على أنهم مجتهدون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، كما أن أهل السنة اتفقوا على أنه لا يتكلم فيهم إلا ضال. ده كلام النجمي، اللي بيتكلم في الموضوع ده ضال كويس. قال: ومن وجد منه كلام في حقهم فهو دليل على ضلاله، إلى آخر الكلام. بعديه اللالكائي: أصول اعتقاد أهل السنة. يا أخوانا دي كتب العقيدة كويس. المجلد المجلد الواحد واثنين، قال الصفحة 286، قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إلى أن قال: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم. الكف عما شجر بينهم دي عقيدة علماء الأمصار، ينقلها اللالكائي الطبري في أصول اعتقاد أهل السنة. ده شرح لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد من قدام المقدسي، الصفحة 146، حقوق الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن قدامة: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم، والكف عن ذكر مساويهم. ابن عثيمين يعلق قال: الكف عن مساويهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل، وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور، لقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي الحديث. الشريعة للأجري ده قولي واحد، ده الكم كده؟ طيب الشريعة للأجري كلام عجيب ده، الصفحة 708، قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن تدبر ما رسمناه في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل بيته رضي الله عنه أجمعين أن يحبهم ويترحم عليهم
ويستغفر لهم ويتوسل إلى الله الكريم ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا ولا يذكر ما شجر بينهم. ده الكتاب الشريعة لا يجري، ولا يذكر ما شجر بينهم ولا ينكر عنه ولا يبحث. فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق الرشاد فقال لما قاتل فلان فلان ولما قتل فلان فلان وفلان، قيل له ما بنا وبك إلا إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا ولا اضطررنا إلى عملها. فإن قال ولما، قيل له لأنها فتنة شاهدها الصحابة رضي الله عنهم فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بها، وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم، وكانوا أهدى سبيلا ممن جاء بعدهم، إلى آخر كلام طويل. طيب تاني فاضل لنا كم؟ فاضل اثنين، نديك سريع اثنين. السير للذهبي تاني، في منو ما قال الكلام ده؟ كنت تورينه منو؟ دار منو تاني؟ الذهبي قال كما تغرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وأحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المصنف العري عن الهوى بشرط أن يستغفر لهم. العالم قالوا إلا يقرأ براو كده ده، بشرط إنه يترحم ويستغفر لهم. لسه هنا ده في الكتاب ده، وأنا ما دار طيل المجلس عشان شيخ مزمل يعلق بعد الصلاة إن شاء الله على الشادي وعلى السباب ده والمجرم ده، ويوري الناس الواجب على الناس. وحتى أنا أطلب من شيخ مزمل يناقش موضوع الجماعة الآن ساكتين عليه، ودول كلهم من أنصار سنة، جمعية كتاب وسنة، صف وجية غيرهم، الجماعة دي ساكتين عن موضوع الصحابة ده، ومن زمان احنا كلمناهم إنه الموضوع ده ما موضوع مساومة، ده ما موضوع مساومة، نحن دارين موقف. فنطالب شيخ مزمل بعدين يعلق على المسألة دي. ده من غير ما نقرأ الكتاب ده فيه أربع أقوال، اثنين لابن تيمية الواسطية ودي عقيدة، وكلام للشيخ محمد خليل الهراس شارح العقيدة برضو نفس الموضوع، وكلام للشيخ الفوزان نفس الموضوع، الكتاب ده نفس الموضوع، ده كتاب دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نقد لحسن المالكي، تأليف الشيخ ربيع، نفس الكلام، قال دي عقيدة محمد عبد الوهاب، الكف عما شجر بين الصحابة. انت عقيدتك دي جبتها من وين يا دجال؟ جبتها من منو؟ الأجري؟ لا. الطبري؟ لا. ابن بطة؟ لا. الإمام أحمد؟ لا. مالك؟ سفيان الثوري؟ سفيان ابن عيينة؟ حرب الكرماني؟ منو؟ انت تابع لمنو؟ انا محتار زول تابع لمنو بالضبط؟ الا الخميني، والله انا ما اظن تلقى الكلام ده الا عند الخميني، بس خميني ممكن ده كان نعمان ولا طبرسي ولا اي واحد من الشيعة دين ممكن تلقى عنده الكلام ده، ولا اقول لك حاجة تلقى الناس الترابي جنبك بيجاي عندهم فيه، اقول لك ولا تلقى عند طارق السويدان ممكن تلقى الكلام ده فيه برضه، لكن في كتب السلف تقول العصبجية بعرفوا كلام واحد قال كلام الطحاوية، وقاعد برضو الطحاوية برضو في كلام الطحاوية، والمعلقين على تعرف شرحينه ستة دل كلموا فيك بلحقوك الصح، ستة شرحينه هذا، فهمت؟ شرح علي ابن أبي العز الحنفي وابن مانع وابن باز والألباني والبراك وصالح الفوزان وصالح عبد العزيز على الشيخ دل كمسة، ولسه كمان في تعليق احمد شاكر، تعليق ابن باز وعبد الرزاق عفيفي، كله ده في الكتاب ده، متفقين ديل والسلف القدام انتق متفقين على الامساك عما شجر بين الصحابه. انت فتحتك للموضوع ده لو بكره قلت انا تبتو من انه الصحابه اقتتلوا في السلطه، نقول لك لابد تتوب من فتح الموضوع ده ذاته، لابد تتوب منه،
لانه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيجمع على السنه، ولا تقول انا عندي راي في دين خلينا انا. ثاني ما في حاجه اسمها العصبجي قال وسيء الاداب قال، خلينا احنا مش انا سيء الاداب مايا. خلاص ده موضوع ثاني خليه. مزمل طبعا اخترع له موضوع، اخترع موضوع عشان يغطي به الجريمه بتاعته. طوالي طلع مزمل قال سب الرسول كافر، وابو بكر استهزأ بربه كافر. يا زول خلينا من ده، مزمل كفر او بكر كفر ده ما موضوعنا، ده موضوع براودك ده بحنك انت. قول ابو بكر كافر اللي بيستري صليب من بكره دي ومركته بيصلي بيه، انت موضوعك تعالج. شوف الانصرافيه ما بتنفع، دي انصرافيه عن الموضوع الاساسي. ما تقعد تقول لي ابو بكر عمل ومزمل عمل، وده سب الله وده سب الرسول. انا اسب الله؟ انت بليد؟ اسب الله كيف؟ وانا انت ما سبيتك اسب الله؟ انت انا ما سبيتك، ودي كل الفاظ ما بعتبرها سب، كونه ده سب الصحابه وده دجال دي الفاظ شرعيه. انا ما سبيتك انت يا اخي اسب الله؟ مزمل يسب النبي واحنا نكون قاعدين معاه نتونس طالعين، يسب النبي نكون قاعدين معاه؟ يا ناس والله لو سب علمانا ما نقعد معاه، خليه يسب النبي. والله لو سب الشيخ ربيع ولا سب الشيخ مقبل ولا الشيخ ابن باز والله ما نقعد معه دقيقه واحده ولا تونس معه ونسه. خلي يسب النبي واحنا، وانت ذاتك قبل اليوم ما جيتك انا ومزمل دار تكذب كمان؟ تعال نتباهل عشان تموت بكره، نتباهل بس الكذاب فينا يموت بكره. انا قبلان انا اتباهل الكذاب يموت بكره دي. قعدنا قدامه قلنا له ومزمل قال كده كده في حاجة؟ ما في حاجة. قال يا تتوب من شنو؟ ما في حاجة. امشي يلا قال امشي. قال تتوب من شنو؟ ما في حاجة. طيب مزمل اول ما انكر عليك تقلب على تقول كافر؟ يا مستهبل ده مش استهبال، دي فتوى بتاعت استهبال، فهمت؟ فتوى بتاعت لف ودوران، فهمت كلامي؟ ده كله ما بهمنا احنا ولا جاي يدافع. قال عننا كلام كثير جدا ولا جاي يدافع عنه. قال مزمل مشى هناك في حلقه 17 وده خارجي، ولما قال فيه ناس الحكومه ادوه بسطنطين وقال شفناه. شفتها تاني يا كذاب؟ شفتها تاني يا كذاب؟ يا اخواننا الزول ده. لكن انا ما استغربتها لما لقيته بكذب على الصحابه، الصحابه بكذب عليهم وبكذب على علماء الامه وبيدعي اجماع وهو ما عنده قولي واحد. أما عادي يكذب في مزمل. قال جابوا ناس الحكومه ورفعوه ودوه بسطنطين ومشوا هناك وقال دي شفناه، لكن جوا هناك ما شفناه. كذاب يا اخي. يا اخي مزمل عنده كمان كلمه القاها مسجله، ارايك شنو؟ بعد ما جوا ناس الحكومه وقفوا الحلقه سمعا وطاعه، قلنا لهم وقفوها ونحن منهجنا ما بنصادم الحاكم ومع الحاكم وما عندنا مشكله، توقفونا الليله وانتم ما ضدنا وبتفتحوا لنا في النهايه مجالات وبنشتغل ونحترم الحاكم جدا، نحترمه جدا. ولا مزمل رفعه ولا مشى معاهم ولا اي حاجه ولا اي شيء. والان اذا عندهم اي كلام مع شيخ مزمل بيستدعوه معزز مكرم وبيقعد في ترابيزه بمزاج وبيجيبوا له مويه بيشرب المويه بيتناقش معاهم في القضايا. وكمان اذا عندهم اشياء مهمه علميه وكده بيستعينوا بيستفتوا في مسائل تخص التكفيريين وغيره. ده الناس ما عندهم مشكله معانا. تقول ادوه بسطونه يا كذاب يا مفتري، ادوه بسطونه بتين بتين البسطونه تستاهلها انت، تستاهلها انت. وبفتوى بتاعت العلماء اللي الناس دي، بفتوى العلماء قالوا يجلدوك. دير العلماء ما نحن على اي حال. القضايا الانصرافيه دي كلها احنا ما عندنا معاها شغله، كلها ما عندنا معاها شغله احنا، ولا جايين عشان ندافع عن الموضوع ده احنا. مزمل كان ادوه بسطونه قال لي اكلها ما في مشكله، الله بعوضه لقدام. ده ما موضوعنا معاك، موضوعنا تتوب من قولك الصحابه اقتتلوا في السلطه، وتتوب من انك فتحت الموضوع ده في الاول، فهمت؟ تتوب وانك انت الان في ناس مساكين وابرياء يا في البلد دي قاعدين، ابرياء ومساكين، انت حملتهم عقيده باطله، ناس مساكين ما كان بيعرفوها، السودان ده كله ما كان بيعرف كلام زي ده، كل البلد دي الا المرضانين من اهل البدع ده لك سيبون، لكن الناس الابرياء من اهل السنه يوم من الايام ما كان بيعرفوا انه الصحابه قاتلوا في السلطه، انت جبتها، جابها منو؟ انت اللي جبتها وتتبوى اسمها. وكلمه اختم بها اثناء محاضرته قال اوعك انت تقول انا سباب الصحابه، انا قال بكون خصمك يوم القيامه. بالله والصحابه ديل يعني بخوف فيه طلبته المساكين بخوفون، اوعك تخليني خصمك يوم القيامه. بالله يا سلام عليك يا اخي. وطيب الصحابه ديل انت خصومتهم ما خايفين؟ يخصمك علي ويخصمك معاويه؟ انت تمشي وين؟ لا يجي في يوم القيامة خصمك علي بن أبي طالب، أنت حيكون ردك شنو؟ بس خصمك علي ابن أبي طالب خليفة الرابع
ها ويخون خصمك معاوية الذهبي قال هو أعظم ملوك الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به وأدخله الجنة. ده يكون خصمك، يكون خصمك يوم القيامة. انت ما خايف وبتخوف الولادات المساكين ديل تقول لهم ما تخلونا انا خصمكم يوم القيامة بالله؟ طيب منا واحد احسب انا خصمك؟ احسبها من السيدي انا خصمك في الموضوع ده ليه يوم الدين؟ ليه يوم الدين؟ وكل اهل السنة خصمائك في الموضوع ده، لانه انت بتتجرع على سادات الامة، تتجرع عليهم بالكذب وتدعي اجماع وانت قولي واحد ما عندك. والله انت والناس المعاك لو ما ظهر منكم موقف واضح من الموضوع ده نحن حيكون عندنا معاكم كلام كثير جدا. وشوف يا انصار السنة الكلام اللي قلنا فيكم زمان كله اطو كله ده جزء بسيط، موضوع الصحابة ده حيكون فيه كلام تاني، اعرف المعلومة دي لانه الزول ده انصار سنة وعضو في انصار السنة وبدافع عنه كل انصار السنة. هواري بدافع عنه، خالد عبد اللطيف بدافع عنه، الحبوب بدافع عنه، صلاح الامين بدافع عنه، جمعية الكتاب والسنة بدافع عنه، كلهم بدافع، عدسي بدافع عنه، بل يفتو بتكفير مزمل بغير ذنب. وده ما يقولوا فيه حرف واحد، كلهم عندنا موقف في النوم، بس يصبروا كلهم، لانه انتوا الزول ده معاكم وطالع ونازل وشغال باسمكم، والمجلس العلمي بتاع انصار السنة هو مغزوز جوا، واحد منهم يحتاج لموقف ولا تقول لي يعني نحن يا اخي وقت تكلمنا بكليمات صغيرة حاجات بسيطة، تكلمنا في محمد حسين يعقوب وفي محمد حسان وفي الجماعة بتاعينهم كلهم قاموا علينا جد. انصار السنة قامت علينا محاضرات وندوات كبيرة ومؤتمرات، رد علينا لما تكلمنا في منو؟ يعقوب وحسان وغيرهم من الفسقة والمبتدعة. ده يتكلم في سادات الأمة لسه ما قامت محاضرة واحدة في الرد عليه. فيه أتحداكم سمعتوا محاضرة واحدة فيه تعقيب بتاع جمعة فيه؟ يا أنصار السنة هان عليكم الصحابة، ضمير انتم ما عندكم يا أخي، هان عليكم الصحابة. الآن أتحداكم لو جيت في مسجد المركز العام وقدمت رد على إسماعيل عثمان في إنه بشكر الصوفية وبمجدهم بيقبلوا مني ولا بردوا علي؟ اها. وطيب زولكم ده بيتكلم في الصحابه له شهور وجوا مسجد انصار السنه، والمسجد حق انصار السنه بتاع الفتيحات ده، مسجد خمسه ده حق انصار السنه، بيعمل محاضره ساعتين طعني في الصحابه ساعتين. شوفوا يا انصار السنه واحد من اثنين، يا انتم معاه في العقيده دي تبقوا مبتدعه جت من اولكم لاخركم، يا انتم معاه كويس، يا كمان تنكروا عليه وتردوا عليه. ما في حاجه اسمها شغال فاتحين له مسجد ومدونه منبر وتصرفوا له قروش داخل ومارك مدونه قروش كمان. يا ناس ما بتخافوا الله؟ ما بتخافوا الله؟ تجيبوا في القنوات واستضيفوا ودافعوا عنه ونحن عملنا شنو؟ الدنيا دي كلها قايمه علينا، عملنا شنو احنا؟ سبينا صحابي؟ سبينا عالم من علماء الامه؟ تكلمنا في عالم؟ عشان تكلمنا بس في الجماعه دي قوموا علينا الدنيا كلها، في نفس الوقت ده يطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزول سالوا ما في. على اي حال انا انتهى ما عندي وننتظر ان شاء الله اشوف بقيه التعليق للشيخ مزمل بعد الصلاه، ان شاء الله انا اصلي قبلنا.